رمضان مبارك. عسى اديني شوية عصير. حاضر يا ماما. تفضلي. تعال معكي. شكرا. هو الخبز جنبك هناك. نعم يا بابا، الخبز اخوة. عايز شوية كولا كمان. طيب طيب طيب، خذي قهوة. مش أعرف أكل خبز ده من غير حليب، إلا عايز حليب. طيب طيب، اتفضل يا بابا. طيب دلوقتي لازم أشرب كوباية مية. بتتكلم في التليفون ليه؟ بس عادي، خذي خذي. يا رب يا رب، هموت من العطش.